النهاردة مفردات لما اجي اقول في اغنية امك حصالة، ودي اغنية لسه بقالها شهرين. يعني امك حصالة يا جمهور؟ عارف معنى الكلمة ولا لا؟ لا عارف، بس هو بص يمين شمال ملقاش البوليس قبض عليه، قال لك ايه ده احنا بنقول كلام قبيح. بس النقابة ما تدخلش في الموضوع ده؟ ده موضوع تاني. انا نفسي لما نتكلم عن النقابة يكون نقيب قدامي. هتقول له ايه؟ تخيله قدامك تقول له ايه؟ اول حاجة قبل ما تشوفه اقول له يا هاني انت مطرب عظيم وخايف على جمهورك، لا يقول عليك زي ما قال علي انت قليل الادب انت اجريسيف. لا، ما دام قعدت في المكان ده اقول الحق، وانت بيني وبينك بنتكلم في التليفون بتقول الحق، ما بتقولوش ليه للعالم، وان شاء الله افقد كل الناس طالما دي رسالتي يا سيبها. لما مطرب ثلاث مرات يسقط ودخل مسؤول كبير، قول طب اعملوا له لجنه، اعملوا لجنه انت هتصنعوا له غنى؟ وهو طلع يا جماعه انا ما بغنيش انا مش مطرب. وهو بيتكلم طب بيغني ازاي؟ هتخلوني اطلع وانا اقوم انط هنا؟ خلاص. فتيجي انت تقول جبنا له مدرس عشان يعلمه، انت جابوا لك مدرس عشان تغني؟ ده انت كنت موهوب من صغرك، وانا بتكلم كلام مش ضدك، انا واقف في ظهرك، بس يوم ما الاقي ظهرك مش موجود هاجي في وشك واقول لك. يعني في محسوبيات؟ لا مش محسوبيات، مجاملات او خوف على مين؟ على جمهوري. ما هو الجمهور ده مندس في داخله جمهور تاني، واحد منهم بيقول جمله هتضر المطرب هتضر النقيب. يعني اللي كنت تعترض عليه من فتره اصبح اليوم رائع؟ لا يا عيني، يعني اصبح يا محلى يا محلى ايامه. مش بقى شائع مش رائع، شائع. والشيوع هنا قابل للوقوع، والشيوع قابل للانتصار بس والاندثار. خدي بالك كل معنى النهارده بقى يحصل معنيين، ودي كارثه. كل واحد بيوظف على هواه. على هواه.